خليني استقبل معي عبر الاتصال مع النائب ملحم الرياشي لنفتح هيك بارونتاز عن موضوع عودة الرئيس سعد الحريري عشية ذكرى اغتيال والده الشهيد رفيق الحريري. سعادتك أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك أستاذ ملحم. بدي أعرف رأيك عن العودة السياسية للرئيس سعد الحريري. سمعنا موقف الرئيس نبيه بري اللي يرحب بعودته عندما يرى هو مناسب هذا التوقيت. اليوم كيف ترى القوات اللبنانية هذه العودة، وهل حان الوقت لها؟ نحن نتمنى كانت ما تصير التركي، يعني تترجع العودة، وأكيد مع هالعودة، وطبعا الرئيس الحريري رئيس يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين، ونتمنى عودته للعمل السياسي إذا بلاقيه هو مناسب. طبعا نحن ما بدنا نتطفل عليه، ولكن نتمنى هيدي العودة طبعا تكون بأسرع وقت ممكن، لأنه لبنان بحاجة لكل طاقاته لكل شرائح المجتمع تبعه ليقدروا يقوموا فيه. نحن هيك مجمعين كلنا وأنجع عم نقدر نقوم بوضع لبنان كيف الحري إذا مشتتين. نتمنى أكيد عودة الرئيس الحريري. نعم. طيب، السنة الماضية كنت حضرتك ضمن الوفد القواتي اللي زار الرئيس سعد الحريري في الذكرى السابقة، واستمعت له أنه هو كانت شكوى أنه ما عنده شريك داخلي داخل المجتمع اللبناني. اليوم برأيك هل تغير الوضع؟ هل ممكن أن تكون القوات الداعم لعودة الرئيس سعد الحريري السياسية، وأن تكون شريك حقيقي له هذه المرة؟ القوات بطبيعة الحال هي شريكة مع قناعاتها، والرئيس الحريري كان دائما قريب لقناعات القوات اللبنانية وشريك معها بكثير أمور، خصوصا بالمفاهيم الكبرى اللي بتحمي سيادة لبنان واستقلال لبنان ووحدة لبنان. لبنان أولا هو القاسم المشترك بين سعد الحريري وسمير زعزع، وبتصور هيدا القاسم المشترك بعده قائم سواء عند سعد الحريري وأكيد عند الحكيم. طيب، ماذا يمنع اللقاء ما بين الرئيس الحريري والحكيم سعد؟ لا شيء يمنع، لا شيء يمنع على الإطلاق. هل ممكن هذه السنة أن نشهد هذا اللقاء؟ ممكن كثير، إيه ليش لا، حسب الظروف. يعني بتعرفي ظرف الحكيم الأمني كثير كريتيكال يعني. أوكي. بس ممكن حسب الظروف، بس أكيد ما في شيء يمنع رئيس سعد الحريري. قبل كل شيء صديق شخصي وصديق لنا بالسياسة وبالقناعات الشخصية، بالقناعات حتى بالشخصية كمان. طيب سعادتك، بسؤال أخير، هل ترى أن الظروف الإقليمية اليوم مؤاتية لعودة الرئيس سعد الحريري؟ هذه التسوية الإقليمية اللي عم تطبخ بالمنطقة، هل ممكن أن تشمل الرئيس سعد الحريري ليكون له دور وطني في لبنان ولإنقاذ لبنان؟ الصراحة عزيزتي هذا سؤال كتير افتراضي، ما عندي جواب عليه، بس أنا بعتقد أنه لبنان بحاجة، خاصة القوى السيادية بلبنان بحاجة لرافعة سنية، وتما أكون طائفي بتحديد بحاجة لرافعة مثل سعد الحريري ليتقدم مشروعه أكثر وأكثر لقدام. جمهوركم رح يشارك ب14 شباط؟ تدعينا اكيد منشارك طبعا. اذا دعينا اكيد منشارك. الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو احد كبار الشهداء عنا، مثله مثل الشهيد بشير جميل، مثل التار من شهدائنا يعني، ونحن بنقدره وبنحترمه كثير. انا بنعتبره